للمزيد حول المجزرة التي وقعت في قرى بالمقدادية والانتهاكات المستمرة في ظل تهجير الأهالي العزل وتحرك المنظمات الحقوقية الراصدة لهذه الانتهاكات، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي والعراقي الأستاذ زياد السنجري. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. يعني تكتم إعلامي وحكومي على ما يجري في المقدادية، هل من انتهاكات جديدة في ظل اعتراف وزارة الهجرة بنزوح أكثر من 300 عائلة عن قراهم؟ كيف رصدتم ذلك أستاذ زياد؟ نعم، تحياتي لكم ولكل مستمعيكم ومشاهديكم الكرام في كل مكان. الحقيقة العدد أكبر، حيث ذكر اليوم مرصد آفاد أن العدد وصل إلى أكثر من 480 عائلة نزحت من قرى الميثاق ونهر الإمام والعمرية ورشاد هو بعض القرى الأخرى. الحديث هنا عن آلاف الأشخاص، بينهم أو كلهم أطفال ونساء. الحقيقة ما جرى في نهر الإمام والمحيط هذه القرية، كل الانتهاكات التي يمكن أن تحدث وكل الخروقات التي يمكن أن تحدث وتشخص من عمليات إجرامية سجلت خلال هذه الأيام: قتل، تنكيل، ضرب، شروع بالقتل، تهجير قسري، كل شيء تم ارتكابه أمام أنظار الحكومة. مرصد آفات استطاع أن يحصل على شهادات حية وواضحة من الأهالي، عرفتم جزء منها، وهناك حقيقة إفادات أخرى كلها أكدت على أن القوات الحكومية لم تستطع أن تحمي هؤلاء الأشخاص، لم تستطع أن توفر لهم هؤلاء الأشخاص أي حماية من بطش تلك الميليشيات، وإنما ما جرى أمام العيون وأمام تلك القوات الأمنية التي تقف عاجزة أمام تلك الميليشيات والفصائل المسلحة. الحكومة تعلم بشكل قاطع من قام بارتكاب تلك المجازر، تعلم بشكل قاطع بأن ما حدث هو جرائم حرب وانتهاكات. العدد الحقيقة الشهداء 12 شخص بينهم نساء وأطفال، ولكن هناك تأكيدات وشهود عيان يذكرون بأن الجثث ما تزال في البساتين وفي المنازل التي تم إحراقها وقتل عدد من سكان تلك القرى وتلك المناطق في عمليات انتقامية. طيب أستاذ زياد، ما هي يعني هناك هذه العمليات الانتقامية، ما الدوافع من وراء استخدام الانتقام والعنف والقتل على هذا النحو لمدنيين سلميين؟ ما الأهداف التي يراد الوصول إليها؟ الحقيقة هي أهداف إيرانية، أهداف تغيير ديموغرافي. حدثت هذه الخطة ليست وليدة اللحظة، وإنما بناء على معطيات موجودة على الساحة العراقية منذ سنوات طويلة، لربما جرف الصخر والعوجة والعوسات ومنطقة ذراع دجلة وغيرها من المناطق الكثيرة في داخل العراق تم تهجير سكانها بالكامل. ديالى يراد لها، هذه المدينة المتاخمة للحدود الإيرانية يراد أن يهجر أهلها، ويراد لها أن يحدث تغيير ديموغرافي مثل ما حصل في ناحية جرف الصخر وغيرها. الحكومة تعلم ذلك، قاسم سليماني ذهب لكن الحرس الثوري الإيراني موجود، واختلاق مثل تلك الهزمات الحقيقة يراد له التغطية على ما يحدث الآن في العراق من فشل العملية السياسية التي تجري، من فشل المنظومة الحكومية في إدارة الملف العراقي من بعد احتلاله عام 2003 وحتى يومنا هذا. هناك تردي بكل شيء، بقيمة الإنسان، بالخدمات، بكل شيء في داخل العراق. لذلك يراد أن تغطي مثل تلك الجرائم والأعمال على ما يحدث في العراق من جرائم أيضا أخرى، من انتهاكات أخرى، من عملية سياسية بائسة. فهذا ما يحرص عليه الحقيقة الفاشلين في حكم العراق، الفاشلين في الانتخابات، الفاشلين في العملية السياسية، الفاشلين والفاسدين من الأحزاب التي سرقت أموال ومقدرات الشعب العراقي منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا. نعم، عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.